dalımdan alsa, savursa bile, yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile, dimdik dursa, Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kardelen misali bu sebebi halimi, dimdik dursam yine bir Elif gibi. وقف عزيز، استناني. لك العمى هذا ليش مو رايح؟ قليل الشرف. إليف، إليف، شو عم بيصير هون؟ انت قلي شو اللي عم بيصير. إليف وينها؟ إليف، إليف، إيه؟ مين أنت كمان؟ لا تؤاخذيني، إجيت لهون أنا ورفيقتي. هل أنت مهدد ابني؟ لا سيادة العقيد، شو هالحكي؟ هذا حكي بس مو أكتر، أنا شو بدي بهالبنت؟ امشوا. شو صار عزيز؟ في عنده بنت جوا. قلتلكن هالشي، جاية مع رفيقتي. انت شو عم تخبص ولا؟ لا تقلق سيدي، كل شي تحت السيطرة، بعد شوي رح جيب البنت لهون. بتمنى يكون هالحكي مزبوط وما بدي غلط تاني بلوم، وإلا رح تشوف شي ما بيعجبك. يلا ماشي، شكراً لك. ما في بصمات على النينة عزيز، بكفي بقى. يلا امشي وخلينا نروح وخلص، سكر لي هذا الموضوع. ليك البنت عرفت انه ما رح تزبطه، لهيك طلعت أذكى منك وحملت حالها وراحت. يلا خلصني، اطلع بالسيارة وخلينا نروح من هون. اطلع يلا. هشام اطلع يلا. إليف، إليف وينك أنتي؟ أنا إجيت. إليف وين أنتي؟ إليف، لك لوين راحت هي؟ لو سمحت
هذا الباص على اسطنبول شي؟ ايه اخي لك ما معي شي ابنه، لا مصاري ولا اي شي بالمرة، ولازم روح على اسطنبول فورا. فيك تساعدني وتوصلني؟ ايه تكرمي اختي اطلعي. طيب معي وقت بس لروح احكي تليفون وارجع. ماشي استعجلي. يسلموا اخي. لو سمحت بدي احكي التليفون ضروري كتير، بس انا مو حاملة مصاري معي. ايه ماشي مو مشكلة. ألو جوليا اختي، تليفون عزيز شو عم بيعمل معك؟ هذا عزيز هو اللي عطاني اياه. هلا اتركينا من هالحكي وقلي لي وينك انت. يلا لشوف. انا بشي لا اختي، ضياء خطفني وبالزور خلصت حالي، بس لقيت باص وراجع لعندكم فورا. الله يوفقك، خبري عزيز لحتى يجي ياخذني من الكراج. ماشي ماشي لا تقلقي، انا فورا رح خبره ومنجي لعندك. رح خبره أكيد، أنا رح خبره. شكراً كتير أخي. شو صار؟ في حدا اتصل؟ لا بس شفت اذا حدا متصل. لساتك عم تدور عائلي؟ اجت لعندكم؟ عالطريق. تعال نستقبلها سوا. Thank you.
ليش عم تقهر حالك كل هالقد لك ابني؟ يمكن ما كانت تحبك. بعدين ما تنسى انه انت ونحن عملنا كل شي بيطلع بايدنا وزياده كمان. رحنا طلبناها وتسوقنا. ماما إليف ما بتهرب، اكيد صاير معها شي. بس لو كانت هيك لك ابني اكيد كانت الشرطه لقتها، وانت رحت اتهمت هذاك الشاب بدون سبب. لك ابني اترك هالبنت بقى وسكر هالموضوع. اذا ما بدها اياك انت كمان اتركها. امي اكيد حدا عامل لها شيء. إليف مو من النوع اللي بيهرب قبل العرس بيوم، عم تفهمي علي؟ عزيز بكفي بقى، بكفي بكفي. مين رح يعمل لها شيء يعني؟ مين؟ شوي تانية رح تقول ابي استاجر واحد ليخطف البنت. صح جلنار، شوفي كيف عم يلطش حكي. يلا احكي احكي لشوف احكي. يلا يلا. صح بابا، ما بنكر هالشي، مزبوط خطر على بالي. شفت شلون؟ عم تسمعي؟ ما قلت لك هيك عم يفكر؟ روح طلع يلا وشيل هاي الأفكار من راسك، وحاول تنسى هالبنت بقى، وحاج تجنني معك. روح طلع. لك نزار كيف عم تحكي هيك حكي؟ بركي فهم. جلنار هذا اسمه تكتيك، تكتيك. شو صار مع الشاب؟ لقاها للبنت شي؟ لسه هذا الغبي لهلأ ما لقاها، بس عم يدور. خايفة ما يلاقيها للبنت وترجع على بيتهم، تخرب الدنيا مننتهي. خلص قص، ما بعرف شو نعمل بنوب. صباح الخير. صباح النور. سهام وينها؟ على الأغلب لسه بغرفتها. سهام خانم طلعت يا أبيك. طلعت؟ اي نعم. مبارح المساء أنا ما قلت لك أنه سهام ما لازم تطلع من البيت لوحدها؟ ها؟ ايه بس أنا قلت لها أنه ما بكفي تقليلة بس يا خانم، انت بدك تديري بالك على بنتك، عم تفهمي؟ هل قلت لها؟ إذا ما بدك أختك تنضر الأحسن ما طلعي ولا صوت. ما ردت لسا؟ بتكون ما سمعته وبس تشوفه بتتصل. يمكن هي. رقم غريب هاد. ألو؟ مقابل بنتك بنتي. شو عم تقولوا؟ لا ولا تخلي حدا يتدخل بهالشغلة، وإلا ما عاد تشوف بنتك بالمرة.
ليك ولا إذا بتمس شعرة واحدة من بنتي صدقني بقتلك. قدرت شو الموضوع؟ ليك لقلك واسمع منيح، هي بنته لقدرة كراي، عم تفهم؟ ايه شايف كيف الواحد بيحترق على ضنامة؟ هلأ لا رتبتك ولا مكانتك رح يفيدوك بنوب، أعطيني بنتي وخدها. اسمع شوي، وين بنتي؟ ها؟ ألو؟ بنتي وينها؟ ولك وينها بنتي؟ قدرت شو صاير؟ خرسي! يلا امشي من هون. جبرتيني على هالشي، انت رح اعطيك فرصة اخيرة وهي اخر فرصة اليك. لو سمحت اترك اختي بس. اذا بدك هالشي ترجعي لعند عزيز بدون ما تقولي شي، وبتلبسي بدلة العرس وبتروحي على الكتاب، وباخر لحظة بتوقفي وبتقولي لعزيز انا بحب ضياء وبدي اياه. مستحيل ما فيني أعمل هالشي بعزيز. هيك لك مثل ما بدك. لا موس وقف أختي. يلا ودعي أختك. أختي كرمال الله وافي ما بدي موت. الله يوفقك. لا قولي قرارك إليف، رح أوصها. بس هي ما لازم. مثل ما بدك. وقف ماشي خلاص ماشي وقف استنى، رح أعمل اللي بدك يا بس انت اتركها. تمام ليش ما عم تدق للشرطة؟ بركي عامل شي لبنتي؟ ما بيسترجي يعمل شي، عم يهدد على الفاضي. وشو عرفك؟ ما فيني اقعد واستنى، يا اما انت بتقله انه اليف بنته يا اما ما رح تفتحي تمك ولا رح تقولي شي بنوب. اجوا يا بيك. دخلي هون. حاضر. تفضلوا. شو عم بصير؟ ما بيكفي اللي عملته؟ شوي تانية كانوا رح يشحطوني شحط. احمدي ربك انه بس هيك. هداك الواطي خطف لي بنتي. ابراهيم؟ لا تمثلي علي، انت كمان الك ايد. ابراهيم ما بيعملها، مستحيل هالشي. لا وهددني كمان، وحتى قال لي بنتي مقابل بنتك. يلا اتصلي فيه خليه يجيب بنتي. اتصلي. ابراهيم قلي شو عملت. رنا انت لا تتدخلي بهالشغله، وقولي لاخوكي اذا كان حابب يشوف بنته
بده يدلني على مكان بنتي. لا تعمل ابراهيم، ليك سهام ما إلى ذنب بنوب، وبنتي كمان ما إلى ذنب بنوب. قولي لأخوكي إنه عم بستناه بالمقبرة. شو قال لك؟ إبراهيم أخذ قراره أخي، ما فيني أعمل شيء ولا حدا رح يقنعه. لازم تدفع ثمن اللي عملته. Sana uzanan yolları kesmişler, tenine haram demişler. Sevgili, sen yasak şehrim, sen yasak sevdam, hasretim dilimde inler. Sevgili, sana uzanan yolları kesmişler, tenine haram demişler. Sevgili, sen yasak sevdam, sen yasak şehrim, hasretin dilim. إذا بدك فيك تبلش باللورا. يعني بتحبيني؟ سن سسكن ağzım dilim. بس تقولي بحبك باخد الهوا. إليف، أنا بس حابب أسمعك، ما بستاهل إني أسمع اليوم. أنا كتير خجلان. ماشي، قولي بإذني لك. Sevdama yağmurlar ağlar. Yar yine de yar, başımda bir asir rüzgar. Yar ille de yar, sevdama yağmurlar. عزيز؟ إليف؟ هذا أنت؟ شو وين كنتي؟ وينك إليف؟ ليكني إجيت. احكي شو الموضوع؟ احكي. رح أحكي لك بس اهدى شوي. كيف اهدى؟ فكرتك انخطفتي. لا ما في هيك شي، أنا يلي رحت. ليش؟ من الخوف. ومن شو خايفة؟ خفت انك تنأذى. اهلك مو موافقين على زواجنا وانت بتعرف. بكفي بقى إليف، ما عاد بدي اسمع حجج. شوفي، انا بس بدي نتزوج، لا تتعبيني، وعديني. بوعدك. خلص ماشي، يلا خلينا نروح، لا تنسي في عنا عرس بلا ما نتأخر. يلا طيب. إليف ممكن تغلط بشي؟ كيف يعني؟ توافق على الزواج يعني؟ إذا عم تقارن بينك وبين عزيز مو غلط إذا بتوافق والله، بس لا تقلق هديك الهبلة ما بتضحي فيني. بس مع هيك ما رح أترك الشغلة للحظ.
لك انت شو عم تعمل جنات يعني؟ بدي اشوف بعيني جواب اختك، اذا بتوافق رح تدفع الثمن. لك انت شو صار لك؟ اساسا هي اللعبه فكرتي انا. بس هي مو لعبه عندي، انا عن جد بدي اليف الي وبعمل كل شيء كرمالها. انت ادعي انه اختك تكون عن جد بتحبك. تعالوا لا، شو بدي ساوي بهي الخرابه لحالي؟ لك تعال فكني، تعال لك تعال، ولك تعال لهون. بترجاك قدرت، بترجاك قلو كانت غلطة، شو راح يصير يعني؟ قلو مين بتكون بنته وخلصنا من هالموضوع. معقول كبرياءك أهم؟ لك حياة بنتنا صارت بخطر هلأ. إنجي، ما بدي نصيحتك، وخلي نصائحك لحالك ماشي؟ وانت شو ناوي تعمل؟ قول شو اللي رح تعمله؟ احتمال يكون صاير شي لسهام وممكن تكون ميتة كمان هلأ. يا ربي. فوتي. هاي العلبة اجت لحضرتك بالبريد. طلعي بنتي. هاي لحشة سهام، قدرة هاي لحشة بنتي سهام، قدرة هاي للسهام. إنجي، إنجي هاتي الدواء. هاتي الدواء. قدرات، بترجاك تنقذ بنتنا. قدرات، قدرات الله يوفقك، الله يوفقك، بترجاك قدرات، بترجاك. وجوليا من الصبح مو مبينة، على أساس أكلهم إليف. إن شاء الله روحها بلا رجعة، أصلاً كل ما بتحكي هالبنت بحس حالي رح جن منها. أنا بفتح. إليف، أنتي وين كنتي؟ إليف خير؟ شو صاير لك؟ نحنا كتير خفنا وقلقنا عليك إليف. ما تحكي لنا شو صاير؟ انسوا هلأ، بعدين بقلكن. بعدين لازم نجهز حالنا ما هيك؟ مشان العرس. ماما؟ عزيز؟ وينو أبي؟ بالصالون. شو في ابني؟ بابا، إليف رجعت. كيف؟ كيف رجعت؟ منحكي بعدين، مو مهم هلأ. يلا أنتو جهزوا للعرس. لك هاد شو عم بيقول؟ هلأ رح نعرف. لك انت شو عم تعمل؟ انا قدام الصالة. شو هاد؟ وشو عم تعمل هنيك؟ انا شو قلت لك ولا؟ شو قلت لك؟ ولك ما قلت لك ما بدي هالزواج يصير؟ ايه ما رح يصير.
إليف رح تقول قدام الكل إنه هي بتحبني إلي، برأيك هيك مو أزبط بكتير؟ أنت متأكد؟ تعالوا رح تشوف. هلأ بتشوف يا عزيز إليف مين بتحب أكتر. شو صار؟ يلا جهزي حالك، ما بيصير إنه نترك ابننا الوحيد بيوم فرحته. لا تقلقي، يلا بلا ما نتأخر عليه. Bugün seni alsam yarim taksam koluma Hani bir oyundu masum uçursam aşka Bartılar köpük köpük kaçırsın seni Rüzgarlar bulut bulut of of getirsin bana Burası kız kulesi desem burası Galata Akşam erken çöküyor bak Üsküdar'a Bir nefesle geçsek boğazın bir vapurla Beşiktaş'a Havadan sudan konuşsak Of of simitle çayla İstanbul şahit olsun seni sevdiğime İstanbul şahit olsun beni sevdiğine Serseri desinler bize İstanbul şahit olsun seni sevdiğime İstanbul şahit olsun beni sevdiğine Serseri desinler bize Serseri desinler bize Serseri desinler bize We'll be right back.
وين بنتي؟ احكي انت بالاول، اللي مين بتكون بنتي؟ ما رح احكي شيء لحتى اشوف سهام. ما بيطلع لك انك تساوي مبنوب؟ انت اللي اضطريتني اعمل هالشي. بدك تقلي اسمها يلا وعنوانها، اكيد انت بتعرف كل شي، احكي. انت بتعرفها؟ قصدك لبنتي؟ في عيلة بنتها. والقدر خلاها تيجي لهون. احكي احكي، مين بتكون بنتي؟ احكي بقى، قوم قلي، قول يلا، قول خلصني يا قدرات. قدرات قوم قلي يلا، قلي بسرعة، مين بتكون بنتي؟ مين؟ احكي. إليف، إليف أنت فيكي شي حبيبتي؟ لا، كأنه في عندك مشكلة وما عم تحكي. ليكون متضايقة إنه جوليا ما أجت. بنوب، ما في هيك شي. إليف احكي لنا يلا، شو نحن مو رفقاتك يعني؟ ما في شي، بس أنا مزعوجة لأني رح أترككم. إيه لا تاكلي هم، نحن ما رح نتركك بالمرة. كل يومين رح تلاقيني عندك، منضل زقانين فيكي لحتى يقلعنا عزيز. رح نترككم لحالكم شوي. طالعة كتير حلوة. بمنامي كمان شفت هالشي. انتي شفتيني بمنامك، بس هلأ صار حقيقة إليف، وما عاد نفترق أبدا. لك أخي لا تواخذني، بس الكل عم يستنوا بالصالة. صحيح وينو تليفونك؟ مو مبارح عطيته للبنات منشان يحكوا معنا إذا صار شي؟ سأل سهيلة أو نيفين. ماشي ماشي، يلا لا تتأخر. هذا عزيز مو؟ ولك انتي مجنونة، من وين جبتي تليفونه؟ عم تتنصتي علي؟ وعرفتي انه مو عزيز يلي اتصل؟ يا ترى مين؟ ما بعرف شو بدي قلك. لو تعرفي شو كتار يلي رافضين زواجكم. تليفون عزيز، شو عم بيعمل معك؟ عزيز هو اللي عطاني اياه. هلا اتركينا من هالحكي وقولي لي وينك انت، يلا لشوف. إليف فيكي شي؟ ليش مخطوف لونك؟ هدول للعروس.
يسلموا ايديك. مبروك اخي. يبارك فيك. كنتي اختي المنيحة، لا تنسي هالشي. جوليا غريبة كتير هالبنت. هي هيك طبعا، لا تدقق. عطيتها الباقة؟ ايه يا اخي. برافو عليك. نحن شو جايين نعمل هون نزار؟ كمان شوي ومنكتب الكتاب. ما كان لازم توصل الامور لهون. اهدي شوي، ما حيصير شي بالمرة، خلص لا تقلقي، تأكدي. ها اجوا. الاسم والكنية؟ إليف كورال. الاسم والكنية؟ عزيز أيدن. أنتوا تقدمتوا بطلب خطي لمعاملة زواج إلكن أنتوا الاثنين، وبعد ما شفنا كل الأمور اللي بتتعلق بهالموضوع وصلنا لنتيجة إيجابية أنه ما في شي بيعيق هالزواج. وهلأ والشهود موجودين، رح أسألكم مرة تانية ولازم تجاوبوني قدام الكل لحتى يعرفوا أنه أنتوا موافقين على هالزواج. أنا من واجبي أسألكم قدام الكل. الأنسة إليف كورال، تقبلي بالزواج من عزيز أيدن وتضلوا سوا للنهاية بدون ما يفرقكن شيء، بدون أي ضغط وبكامل إرادتك وحريتك؟ بعتقد العروس شوي متوترة، رح أسألك مرة تانية. العروس إليف كورال، تقبلي بالزواج من عزيز أيدن وتضلوا سوا للنهاية بدون ما يفرقكن شي، بدون أي ضغط وبكامل إرادتك وحريتك؟ Savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse kavursa bile dimdik dursa, Elif gibi hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa,
acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursam Elif gibi. Ağlasam gizli gizli kimse görmese beni derdimi sırrımı kimse bilmese kar denen misali bu sebebi halimi.